شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بستلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا، وتتصلوا فينا على بستلر على 01 44 55 55، وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. قدام نعطى الهم، بس بدنا نقطع شيء بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغلة، والتقطيع بياخد معنا وقت والتنظيف كمان، بس مع كوب إكسبرس انحلت هالمشكلة. كوب إكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت، بقصلنا حيلا شغلة بدنا إياها بثواني. بقص 10 مرات أسرع من الطريقة التقليدية، بقص الجزر، البصل، الخيار، الذرة، بطاطا، جبنة، دجاج واللحمة. كوب إكسبرس مزود برسار لتسريع عملية القص، ومزود كمان بقفل لسلامتنا تنضبه من دون ما ياخد محل. فيكن تحصلوا على الواحد ب$24 أو الاثنين ب$30 بس. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55، وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. إيزي برو 4-in-1 هي مكنسة وممسحة وشفاطة وبتعصر بنفس الوقت. ما بقى مضطرين نكنس وبعدين نمسح، ننشف الأرض أو الباركي. مع إيزي برو بتمريقة واحدة بتكنس وبتمسح الأرض، بتنشف وبهالبساطة والسهولة. إيزي برو بتشتغل على حيالة نوع بلاط، رخام، باركي أو فينيل. إيزي برو بتشيل كل الأوساخ والغبرة والمي وحيالة سائل بثواني قليلة. هالمكنة الهاي كواليتي مكفولة لمدة 2 سنين، وبتحصلوا عليها ب$29 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01 44 55 55. في كتير أوقات بيصير عنا أوجاع بالمفاصل، أو حتى بيصير في أصوات بالمفصل لأنه بيكون الغضروف منشف. لكن للناس اللي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري، الظهر أو الرقبة، الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، الصبار ومادة الألانتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخليها متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاء وريحة بالمفصل، ومنعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكل يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية، فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب$45 بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. إذا شعرنا فريزي وعم بعذبنا تنملسه، أو بدنا نعمل براشنج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق، هالفرشاية هي الحل. ستريت برو على الكهرباء ومصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا. وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هالستريت برو بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب$36 بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير وعذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان. بس مع فيبراتون ماكس الجديد انحلت هالمشكلة. فيبراتون ماكس كتير قوي وسريع، بيبرم لحد 900 برمة بدقيقة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحط عليها، شد العضل وإزالة الترهلات، تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فيبراتون ماكس فينا نستعمله نحن وعم نحضر TV، أو نحن وعم نقرأ بالتخت، أو نحن وعم نسمع موسيقى، وبحياة لمحل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقائق كل يوم. فيبراتون ماكس فيكن تحصلوا عليه ب$88 بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55.
شو أورجانيزر هالشبه الخزانة يلي بتنظم وبترتب الشوز؟ شو أورجانيزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتتخزق وبنفس الوقت منا تقيلة بالحمل. شو أورجانيزر بتساعد 12 جوز أحذية مقسمة مثل ما شايفين لكازيات مرتبة وإلا غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا أنه نختار الشوز يلي بدنا. ياسا مناسب كتير، 55 ب60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها زهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكل ومرتب، ولأنه حجمها مثل ما ذكرت براكتيكل فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجانيزر حد بعضهم. ب$26 بتحصلوا عليها، والعرض هلأ كل ما تشتروا 2 شو أورجانيزر بتحصلوا على 3 مجانا. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكن فري ديليفري. كلنا منحب ناكل تبولة بس منعطي الهمفر من الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكند تبولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما ينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا، والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكند تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم أشياء كتير قاسية مثل مكسرات وحتى الجزر، بتقطعه على شقف صغيرة من دون أي مجهود، بإصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكند تبولة مكفولة لمدة سنتين وفيكن تحصل عليها ب$32 بس. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلات بول هدية. ما إلكن إلا تتصلوا ببسلر على 01-44-55-55 وبيوصلوا لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بسلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.